احتفلت جامعة البحرين بانطلاق التعاون مع المنصة الدولية لتطوير المهارات الرقمية أيديا التابعة لبرنامج مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوك يورك، والهدف إلى تشجيع الشباب على التعلم وريادة الأعمال. كرم الأمير أندرو 37 طالبا وطالبة ممن الذين شاركوا في من مركز اللغة الإنجليزية بجامعة البحرين، والذين شاركوا في تحدي المنصة للدارسين وحصلوا على الشارة البرونزية. يقضي التعاون بأن تكون تدريبات المنصة التي تنمي التفكير الإبداعي جزءا من متطلبات السنة التمهيدية للطلبة الذين يلتحقون بجامعة البحرين، حيث عرف عن دوك يورك دعمه لمجموعة واسعة من مقدمي المهارات والتعليم والتدريب المهني والمشاركة معهم لتعزيز وتطوير الفرص للشباب. أشاد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي بتعاون الجامعة مع المنصة الدولية لتطوير المهارات الرقمية، والتي تمثل إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوك يورك في المجال التعليمي. وأكد الوزير حرص مملكة البحرين على الاستفادة من المبادرات والمشروعات الدولية الناجحة لتعزيز الخدمات التعليمية المقدمة في التعليم العالي، والذي يشهد في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى نهضة كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار في التعليم العالي الخاص وتعزيز الشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة الدولية لتقديم برامج أكاديمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة. من جانبه رحب رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة بصاحب السمو الملكي الأمير أندرو، مشيدا بالدور الذي يقوم به سموه في تشجيع الشباب على التعلم وريادة الأعمال. كما قام صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوك يورك ومستشار جامعة هيدرسفيلد البريطانية بزيارة إلى الجامعة الملكية للبنات بحضور وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وعدد من المسؤولين بالجامعتين. وخلال الزيارة تم توقيع خطاب نوايا لمذكرة تفاهم بين الجامعتين وبحث سبل تعزيز التعاون فيما بينهما، كما تم تقديم عرض عن برنامج أيديا للمهارات الرقمية والذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي دوك يورك. ثم قام سموه بجولة في مركز معارض الفن والتصميم بالجامعة، والتقى الطالبات المتفوقات التي قدمن مشروعاتهن في مجالات الأزياء والمنسوجات والرسومات والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية. بعدها التقى الطالبات الفائزات في مسابقة إنجاز الإقليمية لريادة الأعمال، واستمع إلى شرح عن جهودهن في هذا المجال. واختتم دوك يورك زيارته بلقاء أعضاء مجلس الطالبات في الجامعة.